السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على تجديد ملعب تيزي وزو، حيث انه تقرر تسميته بملعب عبد القادر خالف تشريفا للمدرب نتاع فريق جمعية القبائل اللي درب الفريق هذا في المرحلة تاع ما بين 1970 و 1974، ونال هذا المدرب مع الفريق ثلاث ألقاب نتاع البطولة، وكذلك لقب نتاع كأس الجزائر في تلك الفترة. إذن الملعب الجديد هو ملعب عبد القادر خالف، ونترككم مع هذه الصور الجديدة تاع الملعب، والسلام عليكم.